النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع كتاب رياض الصالحين، ومع باب التوبة منه، ومع الحديث الذي رواه الإمام كعب بن مالك رضي الله عنه، وحدث فيه عن توبته وعن تخلفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تحدث فيه عن تخلفه في غزوة تبوك، وعن توبته التي كان صادقا فيها. ثم إنه في نهاية هذا الحديث الشريف ذكر الآيات التي نزلت فيهم، والتي تعبر عن حالة ووصف أولئك الذين اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذروا ظاهرا بما يخالف بواطنهم. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مطابقا لحقيقة الأمر، قالوا له الكذب، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفهم الله تعالى بأقبح الأوصاف، بأنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، وأنهم إنما أقسموا وحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لكي يرضى المؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. لكن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكم بالظاهر، وإنما قبل منهم ما اعتذروا به بناء على هذا الظاهر، إذا كان رسول الله يرضى عنهم، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم بواطنهم، كيف يرضى عنهم؟ ولذلك الآية تقول يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم كما بناء على أنكم حكمتم على الظاهر، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا. وهو هنا يحكي ما مضى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة تبوك جاءه المخلفون، وكل منهم قال بما قال، وهؤلاء الثلاثة قالوا صدقا، والآخرون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم والقليل منهم إنما كان عذره وما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقا لحقيقة الأمر، أي أنهم إنما تخلفوا عن عذر وأنهم لم يقدروا أن يذهبوا، وهذا حقيقي وهذا صدق منهم. لكن هؤلاء الثلاثة إنما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لعذر. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدقه هؤلاء أرجأ النظر في أمرهم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى، وقضى الله سبحانه وتعالى وقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا قضى بالتوبة، أي قبل منهم ما حصل منهم من توبة صادقة نصوح. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلفا، بمعنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا يعني هل نفسر معنى كلمة خلفوا أي خلفوا عن الغزوة، ولا خلفوا وأرجئوا عن النظر في أمرهم؟ هو يقول إنما هو المعنى الثاني، أي أننا أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ولم يقضي فينا، فخلفنا عمن قضي في أمره بقبول عذره ظاهرا، وإنما نحن لما صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ أمرنا. فهذا هو المراد كما قال سيدنا كعب. وعلى هذا الأساس فقوله هو الذي يعول عليه في هذا الشأن، لأنه هو الذي يحكي قصة نفسه، هو الراوي لهذه القصة
وقوله هو المعتمد في تفسير دلالات الألفاظ في الآية الكريمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وهذا من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يريد أن يطرق أهله ليلا وأن يدخل عليهم وهم في هيئة غير مهيئة لاستقباله صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام العشرة الزوجية ومن تمام حسن وأخلاقيات هذه المعاملة بين الزوجين، وأن الإنسان ينبغي أن يؤدي ما يشعر الأهل بأنه، أن يفعل ما يشعر الأهل بأنه إنما سيقدم عليهم، حتى يكونوا متهيئين لاستقباله فرحين بمقدمه. وعلى هذا الأساس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قدم من سفر إنما يقدم ضحا حتى يعرفه الجميع وحتى يعرف قدومه الجميع، فالكل في خبر من وصوله، فيتهيأ الكل لاستقباله صلى الله عليه وسلم، الأهل والمؤمنون. وعلى هذا الأساس يمكن أن يختلف الحكم الآن مع الاتصالات الحديثة ومع الهاتف وغير ذلك من وسائل الاتصال التي يعلم الإنسان بها أهله بأنه إنما سيقدم عليهم من سفر، فيكون في تهيؤ له. فالمهم والمقصد إنما هو وصول الخبر إلى الأهل بأي وسيلة كانت، وصول الخبر إما بالوصول نهارا حتى يعلم الخبر، وإما بالاتصال بهم. وهذا الحديث الشريف مع الكلام فيه في حلقات عديدة فإنه يستحق أكثر من ذلك، وفيه من الفيوضات الإلهية ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على من تدبر ووعى وقدر ما في هذا الحديث من أحكام. ولهذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن علان رحمه الله تعالى استخرج من هذا الحديث نحو 40 فائدة، وعدها عدا واحدة بعد أخرى، ومن العلماء من عد أكثر من ذلك، ومن العلماء من عد أقل من ذلك، وكل يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بفتوحاته وفيوضاته. ونحن نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث الشريف، وننتقل إلى الحديث الذي بعده وهو الحديث العاشر في باب التوبة. والحديث يقول: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإن وضعت فأتني بها. ففعل، أي فعل الولي ذلك، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا الحديث الشريف رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الشريف يتكلم عن قضية هامة من قضايا الخطايا التي يقع فيها الإنسان. وبداية فإن الإنسان في أمر الخطايا وأمر هذه الذنوب العظيمة وأمر الكبائر، إذا ما ارتكب شيئا منها ينبغي عليه أن يستر نفسه وألا يجهر بما فعل. وإنما كان الجهر من هؤلاء الصحابة الكرام من هذه المرأة التي هي من جهينة،
وكذلك ما حدث من سيدنا ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وما حدث من هؤلاء الذين تابوا توبة صادقة لله عز وجل وأفصحوا عنها وأرادوا أن يبالغوا في الترقي فيطبق عليهم الحد، أمر كل هؤلاء إنما هو على خلاف ما يذهب إليه العلماء من أنه يستحب للإنسان أن يستر نفسه، وما كان منهم إنما هو خاص بهم في ترقيهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل معكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.